كان ندخل للدار بحالة كان ندخل للحبس. طع من الناس طع من الهي وبقى في النفس. كان بعد ما نصدع وصدع شباني بحال ضلي وليد علي يخوش ما بغاني شنا كيف نولي. حتى من وجد ضحكوا مني ومنه قاع ما بقاش الموري كيحسبوا لوني انا بدكي بهاش. الوقت عليا دايزة مرة خسرة مرة فايزة. الناس ما كنشوفوش حيت ودني شبعان صداع. القراية عندي سلاش كنشوف راسي اليوم ضاع. خدام وانا صغير باش ندخل دار في اليدين قدي. جهدي بدا كيمشي والساسي قريب يصدي. مرة كاعي وفرحان وما عرفتش كيفاش غادي نعدي. حتى لدويج كان دوينا وراسي ما كانش مآمن. إلا تخزن في الزنقة ديما كيرجعوني انا اللي ظالم. الهضرة دايرة عليا في الدرب شكون بيا اللي حاس. عايش غير انا وراسي وباقي بعيد عليا الكاس. باقي بعيد عليا الكاس. عندنا غير الصبر هو باش معدين. مشاكل مخطاش حتى شي دار. شاكي ديس شحال صبرت وفي لحمي دبرت وهذا حال الدراما. في الدار كان بلي مبيض قديم اللاعبين بيا داما. مورس كاشي مخبي شلح وشوف قلبي حابس. العين كتشوف اللي مكشوف ماشي اللي في مرايا عكس. عيش مطيح عيش من نوض ملقيتش شكون يوقف معايا. عندي الوالدة في الدار بوحدها تدعي معايا. نفيق بالصداع والناس بالصداع مكرهتش نكون مدفون. ستوري ديالي دراما مخزة بحال شي جرامافون. يضحكوا عليا يلعبوا عليا وانا جاري الفيلم. دير عين ميكا حيت انا اللي لاعب بيهم. كل نهار يدوز عدي وانا فيه معصب. مشاكل منها كان بعد هي غدا وقات قرب. شنو غندير عقلي حير الصندوق عندي عامر. ضربة جاتني فراس ومشاكل في داري مسامر. هذه هي حياتي كنعيشها ديما هكا في الدار. وهادو هما ستوري وخا باقي منو مليار. وخا نعيا من دول باقي عندي ستورة بالمليار. وهادي هي حياتي كنعيشها ديما هكا في الدار. قبل ما نبداو الاخوت بغيتكم كاملين تهبطوا لتحت تخليوا واحد اللايك وواحد الكومونتير اللي يكون زوين. حيت هاد الايامات هادي كثروا علينا الدق. كلشي كيسينيالي ما عرفناش علاش. ويلا رجعنا لاشين وحتى في الباج فيسبوك كذلك ومثال كيسينيالي وفينا الناس ما عرفناش باغيين من عندنا. داكشي علاش بغيت نقول لكم خلي معك واحد اللايك حيت مهم ومهمه جدا الصوت وكومونتير يعني باش فيديو يطلع ويتركوموند عند ناس اخرين ويتفرجوا فيه حتى هما. وهذا ما كان خليكم تكملوا الفيديو الخوت. واش الاشران معكم باريسا فيديو جديد من سباتة مع ايوب. واش ايوب فين اخويا باريسا؟ هاني مزيان ومرحبا بك عندنا في سباتة. قبل راس العام بلبلة مري الوقت بلبلة حروبات. علاش وصلنا مسلم مع مسلم قدر يقتل قدر يقطع لي يدي قدر يدخل علي شي لدارهم. علاش وصلنا لهذا الشيء كامل؟ بسبب واحد اللعبه اللي كتلعب في التيران كدوز فيها 90 دقيقه في بلاص ما تصفق على الخصم اللي لعب معاك. كيولي داك الشيء حسابات على برا. علاش هذا الشيء كامل الصاط؟ وشنو السبب ومن ناش هادشي؟ حيت هادشي ما كانش هادشي اصلا ما كانش عاوتاني هادشي كيتبنى عاوتاني على لونتوراج اللي كبر فيه الواحد وعلى حساب الوالدين حتى هما كيلعبوا دور في هادشي هذا كامل. قدروا ايوا نعذروا الوالدين حيت قبل ما عندهم حتى شي دخل. يقدر عاوتاني الوالدين عندهم دخل حيت ما كيشوفش ولدو اش كيدير. الله يسمح لينا راه كاملين. من صغرك ما كتقولش لوالديك اش كدير ولا فين غادي. يعني هما ما غايتحملوش المسؤوليه في هاد اللعيبات. هذا متفق معاك في هاد البلان هذا. ولكن عاوشاني كل واحد على حساب العقليه ديالو. عاوشاني كيفاش دايره شي واحد ملي كتشوفو كيتبلا ولا شي حاجه كيقول اربلاو ليا ولدي ولا داروا ليا ولدي راه ماشي غادي يشكك. شو ولدك ما كيفكرش ما عندوش العقل راه هو اللي غادي للبلية هو اللي عاجبه هو اللي يعني بحال شي واحد كيدير شي حاجه كانه مرشاح. هذا كمثال يعني في البلية. هذا مثال. هادشي اللي ولا واقع دابا ديال واحد الموضوع اللي حساس قليل اللي كيدوي عليه ديال لي زيرو تراس في كازا بالضبط. هادشي عندنا بزاف خصوصا دابا هادشي حنا كنعيشوا حاليا كاع في سباتة. يعني راه كيف جيتي عندنا سباتة راه كيف شي البوليس اش دايرين عندنا وداكشي. بحكم انا في البلاصه فين ساكن الدرب اللي ساكن فيه فيه الالترا ديال الوينرز. يعني كاين غير الشاطي اللي كيقسم بيناتنا كيسكنوا بلا ما نسميو الاسماء ديال يعني كتولي هابط الاقتدار باش شي لعيبه في الحمار ولا شي لعيبه كيتخيلوك زعما انت راه مع الالترا. يعني راه ما كيحنش فكره كيجي كيجبدك يدير لك بق
ما غتصور من عنده والو يعني هادشي راه شايفو شايفو بعيني شايفو قدامي راه شنعيش فيها انا هادشي كامل وما هو هادشي راه ما كيربحو اصلا من ما كيربحو منه والو شنو الربح غضرب هذا ولا غضرب هذاك وفي الاخر كتقاول ضربكم حتى جي عندهم كاغول يجي ليه شال دارهم وباغي يضرب يعني شنو غادي تصور وفي اخر شاو هو كيطيح كيتشد وشنو كل شكون اللي كيبقى فيه الوالدين محن معاك امك محن باك محن عائله كامل يعني هادشي راه ما منوش يعني شي واحد بغى يدير شي حاجه خصو يديرها باللوف كتبغي الفرقه ديالك بغي باللوف باللوف سير التيران تفرج دوز ديك المتعه وجي وخلقه وبخير يعني تمشي سالم وتجي سالم يعني الصداع وتشي وتخشي راسك في هادشي الله يهدي الله يهدي الشباب كنبغيو نقولوا لكم الخوت فايقوا شويه هادشي راه ما خدامش راه بالرجوله باش يعني ولد دربكم اش ولينا كنشوفوا هادشي ديال بصح دابا ولد درب درب كتلقى درب كتلقى دري كابر مع ولد دربهم كابر مع من صغرو كيتكاغو ولا كيولي قاصدو ضاربو بسبب اش بسبب واحد الكيان كيبقى مجرد كيان داكشي ما مغدي معاك لا القبرك لا هو كتجي كتلقى عاوشين اصلا مقرقاب شارب ولا داير شي حاجه كيبدا يتفكر دوك الحسابات اللي عنده مع بنادم يعني كيجي صاحبو واش يكون هاز معاه كيجي طن كيخشيها فيه بحال مور ماشي ديالنا هادشي ايوا هادشي ما عندناش في الثقافه ديالنا هادشي داخل هادشي راه عمرو كان راه عمرو كان راه باقي نعقل انا كنت باقي صغير كاع باقي صغير باقي كنا كنمشيو كاع للتيران تنقزو يامات الكريج وكنا كنخرجوا للراجه مع الوداد معان كاين ما كان لا مضارب لا مضاربه لا والو دابا وليت كتمشي للتيران باغي تفرج كتولي غادي خايف على راسك وتخاف تضربها شي برودوي ولا شي حاجه تعرفهم عاوتاني من غير خرجوا علي صافي ولينا كنتفرجوا في كره حدا والدينا احسن كاع هادشي اللي كنتمناو هادشي يتبدل وكنتمناو بنادم يوعى شويه ديروا عقلكم الخوت هادشي راه ما خدامش راه بالرجوع ما خدامش ما عنده حتى شي معنى السلام عليكم بغيتي سلام تي بونفلي دي حلمت براسي خدام في دبي شو ماشتو ميرا فاس الدرب حاضي اللي غادي وجاي سيولي كان في صباع ولا قارو بينا فوم البلادي فيها جامي طلع في البرد لبسونا السخوم تاني الليل جات كيخدم مع الفوق كاملين كيجبوها معارف نزال تشوف لتحت الضوق مول قراف طالين هرف بغاوني حتى انا نديرها تحتي باش نخرج نكريسي حتام البوليسي ميديهاش فيك واخا يشوفك مبليسي عندك الفلوس كلشي تشريه ما عندك شك خوز اللي قريت وضربت تمارة كتافي طاح وغير بشكاره عييت ما ندور رجلي طابو كان ندفع في السيف كرهوني في بلادي وزيدي وكتبوا علينا في تشيفي ما بغاوش يشوفوني واصل بو يشوفوني في بلاصي فيكسي عطوني الكارطونه وعيش ما تسنى في الطاكسي كيطلعوا يهبطوا اللي بغاو كيبيعوا ويشريوا فينا فرسوا الدرويش وكلاو خلاو الشياطينا ايه خلاو الشياطينا خلاو الشياطينا خلاو الشياطينا خلاو الشياطينا ايه كنطيحو كنوضو ما كتلقيش باه في كوطو كلشي كيهرس في كلامي غرقونا في الفوندو تا حاجه فهاد البلاد جامي كاع ما بقات كتفرح حاطين بيناتنا كنحطيو 300 كتموت مسرح ملينا التمثيل والمسرح حليم ماشي غير مكتسرح القرايه لا التعليم كيفاش بغيت نخدمو البلاد تبعين الورقه الزرقاء ما صارنا شفنا الفساد حتى انا بغيت نهز الدرابو نجيب العز بلادي خسار السم فينا مزروع ما بغيتوش يقيسو ولادي كنجيو نهزو برا بيبان في وجهنا مسدوده كيقمعونا غير من برا عطاونا منطقه محدوده بغونا كيف بغونا بينياش نكونو كيف بغونا هما قتعيك بيناتنا كيتسركل والنصف الحبس مطلومة معيشة غادك تعكل والقلب قصح في كلمات حشومة حتى من الضحك خداوة اللي كانت وجهة مرسومة كيفاش بغونا نساوة بشار خلو فينا العظومة yeah. شوف هذاك برو شوف العز شوف العز في الصحر وش مقويلة كتشوف واو